والكابتن موسى علي مديرا اداريا، الكابتن مشير الرشيدي اداريه الفريق، والكابتن كريم صالح مخطط الاحمال. اللاعبات دينا عمرو كابتن الفريق، هاله مصطفى، سهيل هشام نجمه الفريق مصابه ولن تستطيع الاشتراك اليوم، ريم موسى لاعبتنا المحترفه القادمه من احد فرق تشيك، ساره مغرابي، رنا عبد الظاهر، نور الله علي طلعت، وجنة مصطفى، ورنا علاء، ونادين ياسر ابو الفتوح، وزينب الزيني، ومنى يحيى مصابه مش هتشترك اليوم، وعندنا مجموعه من وتقع جمال وهبه عبد الرحمن، ومن تحت 18 سنه بيتم تصعيد بطول عادل وسلمى مصطفى وريم اشرف وايناس خالد. نادي سبورتنج بيمثلوا النهارده نور الله عادل حسن، رنا نبيل، مي حلوه، روان الجداوي، آن الفقي، اسرار ماجد، جمانه هيثم عيد، جيانا حازم حلمي، منه الله عبد الشافي، منال عبد القادر، منه الله عوض، نادين ياسر ريحان، ونسمة عبد الرحمن. بيدير الفريق فنيا الكابتن عمرو عاشور، ويساعده الكابتن احمد نبيل الغالي، والمدير الاداري الكابتن جانت وديع. لحظات تبدا المباراه، وطبعا النادي الاهلي بياخد صوره تذكاريه بمناسبه فوزه بالبطوله. كل اللاعبات والجهاز الطبي والاداري موجودين، بنبارك لهم ونتمنى لهم ان هم يقدموا مباراه جيده ويختموا البطوله بفوز، علشان تبقى البطوله والمكسب في ان واحد. شايف هيبتدي في الملعب رقم واحد ريم موسى، ورقم 74 دي جنة مصطفى. اللاعب الالفي يقف بيتكلم معاه بيديها التعليمات النهائيه. وشايف تقى محمود عندها اصابه في مناخيرها بس مش تمنعها ان هي تلعب. دول الثلاثه اللي ظهروا دلوقتي. مضطر انها تكمل بمين من الخمسه البدايات. انا شايف في معامله كابتن الفريق واقفه لا اسف دي ايناس خالد، ايناس وباتول شكلهم بره التشكيل فهيطلعوا بره. وشايف نور علي طلعت، ودينا عمرو كابتن الفريق. دينا السنه دي عامله بطوله هايله، مستوى ممتاز وعالي جدا جدا السنه دي، بتكون عناصر الخبره في الفريق وبتأدي بصوره جيده جدا جدا جدا. بس في انتظار خماسي سبورتنج لبدء المباراه. زي ما كنا بنتكلم ان الكابتن ايهاب الالفي ملوش بدايات ثابته في المباراه، وفعلا بيفاجئنا ان بتقى دي لعيبه لسه طالعه من 18 سنه موجوده في التشكيل الاساسي. بيفاجئنا بجنة مصطفى في الملعب، وهالة مصطفى لعبتنا الكبيره قاعده بره. وده اللي متعودينه من الكابتن ايهاب الالفي، ان هو ما بيثبتش تشكيلاته في البدايات. احنا لسه هنشوف فريق السبورتنج، لو الكاميرا تقرب عليه شويه هنعرف مين اللعيبه. شايف مي حلوه في الملعب، وشايف منى عوض، وشايف رنا، واسرار ماجد رقم 23، واعتقد نور الله عادل حسن اللي هتلعب دفاع. طبعا حضراتكم احنا انتوا عارفين ان احنا بنزهق من الاستوديو، فعلشان كده بنحاول نشوف الموجودين. زي ما قلت شايف اسرار ماجد، وشايف رعنا خليل، وشايف منى الله عوض، وشايف مايا حلوه، وشايف نور عادل حسن. يبقى كده كابتن عمرو بيبتدي باقوى تشكيل عنده، هو ده التشكيل، اقوى تشكيل عند الكابتن عمرو عاشور، وفي انتظار بدايه المباراه. ثواني هنبتدي المباراه. شايف الحكمه الاولى هتبقى ايه؟ والنبي بتاع المهزوم دول. عارفين طبعا بدايه المباراه لازم يبقى في كره قفز عشان يبتدي بيها المباراه.
طبعا عايز اقول لكم ان الفرقتين بيدلون من الظرف ان هي اثنين من المدربين الاكفاء جدا، الكابتن عبد الالفي من المدربين الواعدين، الكابتن عمرو عاشور تاريخ من تدريب البنات، جان بول الكره توصل عند رنا، رنا المايه حلوه، المايه حلوه بتعمل لها من عادل حسن سكرين ترجع تاني لرنا، لما بتحاول تخش على الباسكت وبتخش لو عارف تعمل لها بلوك كويس، نور بتطلع الكوره بتطلعها من عرض تلمسها تطلع اوت سايد لفريق النادي الاهلي، ريم موسى هتطلع الكوره، ريم دينا عام على ملعب ريم طاعه تعدي خط المنتصف، نادي سبورتنج بيلعب زون 1-2-2، الكوره عند ريم بتطلع منها من عوض تروح لنور عادل حسن لمية حلوه لرنا، رنا لمية حلوه من عوض، من عوض بتعمل لها سكرين، النادي الاهلي بيلعب دفاع مان تو مان، اسرار ماجد اسرار من عادل حسن بتعمل لها سكرين، اسرار بتحاول تخش بتخش وهي داخله دينا عمرو بتقطع الكوره منها وبتجري جنه دينا 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 بتكمل دينا وبتخش، برافو يا دينا ممتاز يا دينا، بتسجل الكوره وبتاخد خطا اضافي ممتاز، اختراق جيد من اول ملعب لاخره، يبقى 2-0 لصالح النادي الاهلي. دينا عمرو كابتن الفريق، هايله يا دينا ما شاء الله، جمع اضافيه لصالح دينا ما بتجيبهاش، من ايلم لمتها من عاد اسرار ماجد، اسرار اسرار ضغط عليها تقع تقع تديها لمنى عوض، منى عوض نزل بيلعب دفاع مان تو مان سكرين على الكوره وسطرة على الكوره، منى عوض بتقف وتشوت بتسجل، برافو يا منى، منى عوض متميزه جدا في التصويب من المسافات المتوسطه، ريم موسى بتقع لريم ولسه النادي سبورتنج بيلعب دفاع زون، ريم تدي الله على دينا عام، دينا عمرو بتنوم بتحاول تخش بتطلع باصه حلوه قوي النور علي طلعت بتعديها الناحيه الثانيه تلمها جنه، جنه ما توصلهاش لانها ما هي حلوه، ما هي حلوه طلعها لاسرار، اسف من عوض، من عوض بتكمل من عوض وبتخش طلعها لرنا، رنا بتشوط ثلاثيه، برافو بتخبط في الحلقه وبتسجل، تصبح النتيجه 5-2 لصالح نادي سبورتنج. احنا لسه في بدايه الكوارتر الاولاني، ريم موسى ريم موسى ريم موسى هتدي لدينا لريم موسى لنور علي طلعت، نور علي طلعت بتخيل تقطعها وتخش وهي داخله ما بتشرشش الباسكت، ما هي حلوه تلمها تديها لمنى عوض، منى عوض منى عوض سكرين من مايا حلوه، مايا حلوه بتلعب في بوزيشن اربعه دلوقتي تطلع لاسرار، اسف منى خالد باسرار بتخش اسرار وبتسجل اسرار، برافو يا اسرار بتديها الشمال 7-2 صالح نادي سبورتنج، بدايه جيده من فريق نادي سبورتنج، نور علي طلعت بتخش لدينا، دينا لريم موسى، ريم موسى تتقطع منها وتتلخبط في رجليها والحكم آية خالد بتصفر عليها اوت، انها اوت على ريم موسى. عايزين نصحصح شويه، بدايه مش جيده. رنا رنا نبيل رنا منا طلعت منا نبيل اللي بيلعب زون 2-3 منا فاول على جنة مصطفى، ومنا بتاخد الكرة تحت الباسكت بتحاول تشوط، جنة مصطفى بترتكب خطأ، رميتين حرتين بتسجل منا الرمية الحرة الأولى، برافو يا منا، شوط الرمية الحرة الثانية سجلها منا، برافو عليك يا منا، تصبح النتيجة 9-2، بداية غير جيدة لفريق النادي الأهلي، عايز إيهاب الألفي لازم يصحصحهم شوية. ريم 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 دخل الكرة مقطوعة بتباص يا ريم لرنا، رنا مية حلوة، مية حلوة بتخش، مية حلوة بتطلعها لأسرار، أسرار بتخش بتعمل كيك أوت تاني، مية حلوة مية حلوة بتصور ما بتجيبهاش، تلمها ريم موسى، ريم موسى ويرتكب خطا ضدها وهي بتعمل التحول من الدفاع للهجوم، خطا اوت من الحد الجانبي، خطا لريم موسى،
اعتبروا ان سبورتس لايك مان او خطا سلوك يستوجب رميتين وحيازه النادي الاهلي المنتصر. ريم موسى سدد التصويبه الاولى بتسجل مظهر ريم ممتاز. كابتن عمرو عاشور واقف بيتكلم مع الحكم ازاي تتحسب ديت خطا متعمد. ريم موسى بتسجل بتصابر الشوطه الثانيه وبتسجلها. برافو يا ريم. تصبح النتيجه 9-4 وفي حيازه من المنتصف. دلوقتي في التعديل القانون اي خطا للمهاجم وهو بيعمل التحول السريع من الدفاع للهجوم بيحتسب خطا سلوك غير رياضي، وده ليه اقصى عقوبه في القانون رميتين وحيازه. تقع ريم موسى. ريم موسى تقع بتلف طالع لها نور بتحاول تخترق وبترمي الكره اي حاجه وبتكتسب خطا على النور. عادل حسن يستوجب رميتين من حرتين. النور عادي طلعت ما شاء الله. نور بنت زميلنا الكابتن عادل طلعت لاعب الاهلي ومدرب الاهلي، وهي عائله كلها رياضيه. والدتها وباباها كانوا لعيبه كره سله، وهي لعيبه واختها الكبيره كانت لعيبه في النادي الاهلي واختها الصغيره في منتخب مصر ما شاء الله تبارك الله. نور بتسجل الرميه الحره الاولى وبتسجل الرميه الحره الثانيه. برافو يا نور. 9-6 لصالح سبورتنج. رنا اصرار الاهلي بيلعب زون 2-3 لسه. نور عادل حسن اصرار ثلاثيه ما بتجيبهاش. تلمها جنة مصطفى تقع محمود تقع تكسب خطا من رانا يبقى خطا. استغرب الرميه تخريج كوره من الحد الجانبي. 9-6 احنا تقريبا في منتصف الكوارتر الاول. ريم موسى ريم دينا عام تقع. ريم موسى توصل لتقع بتشوط بثلاثة. برافو يا تقع هايل. تقع لعيبة لسه صاعدة من تحت 18 سنة، أول سنة في فريق الدرجة الأولى، لعبت كأس العالم في الصيف السنة الماضية. بتسجل الثلاثية وتعادل النتيجة 9-9. بترد عليها منى عوض شوطة ما بتوصلش، نسميها احنا في الباسكت اير بول انها ما بتلمس حاجة. يبقى اوت لصالح النادي الأهلي. ريم موسى ريم موسى صانعة ألعاب النادي الأهلي. ريم موسى بتقع. ريم موسى بتوقف وتعمل جامب شوت ما بتوصلش. تلمها نور علي طلعت تعمل دربلاية وترجع لورا ما تجيبهاش. تلمها أسرار لمنى عوض منى عوض لأسرار لرنا لأسرار شوت ثلاثية أسرار بتسجل أسرار. برافو أسرار. أسرار من اللاعبات الصاعدات برضو اللي بتلعبها كأس العالم تحت 19 سنة في الصيف. بتسجل وتبقى النتيجة 12-9 لصالح نادي سبورتنج. تقع بتحاول تخش لحد النهائي ترجع الكرة تاني النور علي طلعت بتنوه نور وتخش بتلمها تاني وتخش وتسجل. لا الحكم حسب خطأ المشي بالكرة على نور. النتيجة لا تتحسب ولسه 12-9 12-9 لصالح سبورتنج. يا ريت مخرجنا ومشاورينا زمايلنا في الصاله كل شويه يجيبوا لنا الساعه عشان نعرف فاضل قد ايه على الوقت. 9-9 مي حلوه بتهوش وتخش وتسجل. برافو يا مي. طبعا لعيبه كبيره وخبره وزي ما قلنا من الخبرات في نادي سبورتنج هي ومنى عوض. ريم موسى نور علي طلعت بتشوط بثلاثه ما بتسجلش. تلمها رنا. رنا كانت بطلت ورجعت السنه دي. رانا بصة وحشة يا رانا. خد يا ريم. ريم هجوم سريع بتقف وبتمول وبتقف بترجع تاني بتقف. خلاص خلص الهجوم السريع. ريم موسى نور علي طلعت دينا عم. خطأ على منى عوض لصالح دينا عم. رميتين حرتين لان نادي سبورتنج كده ارتكب اكتر من اربع اخطاء. دينا عمرو على خط الرميه الحره
ده رميتين. بتسجل دايما الحره الاولى برافو يا دينا 14 10. زي ما قلت لك دينا بتقدم مستوى متميز هذا العام ما شاء الله عليها، كبرت ونضجت وفعلا بقت كابتن النادي الاهلي ومتالقه معاهم. برافو يا دينا، بتسجل دايما الحره الثانيه 14 10. رانا زي ما قلنا هو ايهاب الالفي ابتدى يلعب دفاع مضاغط من نص الملعب، بس اتضرب كويس قوي وفي نفس الوقت بتجليها نور عادل حازم. بدأنا نشوف الدفاعات الضاغطه من ايهاب الالفي من نص الملعب، لكن فريق سبورت بالخبرات الكبيره طلع الكرة صح، وصلت للنور عادل حسن تحت الباسكت ما قدرتش تسجل وخرجت اوت لصالح نادي سبورتنج. ماهي حلوه ميديم شوت متألقة، ميه في الميديم شوت يا جماعه، ميه حلوه حوالين المنطقه نسبتها فوق ال 90%. ما شاء الله يا ميه، 16 11 لصالح نادي سبورتنج. واحنا دلوقتي فاضل 3 دقايق و14 ثانيه على نهايه الكوارتر الاول. مباراه ممتعه، نور علي طلعت بتخش بتقفل عليها، حاول تطلع الباص تطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. ريم موسى هي اللي هتطلع الاوت. ريم نور دلوقتي هالة شعراوي مكان جنة مصطفى، تقع بتخش كرة اتلعبت في رجليها، هجيبها تاني برافو عليكي. حكم حاسبها ايه؟ جامبول او كرة مشتركة. يبقى الحيازة بتبقى النادي الاهلي، الحيازة الاولانية كانت عند نادي سبورتنج، بعد كده الحيازة تنتهي لصالح النادي. بعد الحيازة عند النادي الاهلي المفروض اللعب واقف، في تغيير، الحكم بيطلب تغيير. رنا عبد الظاهر هتنزل مكان مين؟ مكان تقع، شكل تقع اتخبطت، هي عندها مشكله في مناخيرها او في انفها، فواضح انها اتخبطت فتم تغييرها فطلع تقع ونزلت رنا عبد الظاهر. لعيبه جيده جدا 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 من اللاعبات الصغيرين، برضه لعبت في كاس العالم من تحت 19 سنه للانسات. دينا بتشوطها بسرعه جدا عشان الوقت 24 سنه واعتقد كان خلص. ماهي حلوه، رانا ماهي حلوه، الاهلي بيلعب دور 2 3 لسه. نور عادل حسن لرانا بتجيب بثلاثه ما تجيبهاش، نور علي طلعت. ريم موسى، ريم موسى جيم سريع بتوقف بتطلعها رانا عبد الظاهر ترجع تاني بيها. ريم موسى رانا عبد الظاهر على الثلاثة. يا سلام يا عبد الظاهر، يا سلام عليك يا بنتي، بيتصور تصويرة ثلاثية أول ما نزلت بتسجلها، تضيع الفارق ل 16 14. كرة مع أسرار، لا هي حلوة بتاخد بوزيشن حلوة قوي في الريباوند وتلم الكورة وتسجل من قدام هالة شعراوي أو هالة مصطفى، ترفع نتيجة 18 14. نور علي طلعت، ريم موسى بتقتحم، برافو يا ريم، وبتطلع الباص بس باينه قوي فاتقطعت، وطاحها منا عوض وبتخش وما بتسجلش. الحكم بيصفر اوت على نور، كانت لسه تحت خارج الملعب لما لمست الكوره، فعشان كده لازم اوت يبقى عليها. اوت لسبورتنج، كابتن هبي اعترض. اصلا مجد هتطلع الكوره. هي حلوة، هي بينا بتشوط ما بتسجلش، حتى لو حصل فاول 33 دي في الملعب. دي نادين ياسر ريحان يا جماعة، أنا بعتذر، أنا كنت فاكرها نور عادل حسن، لكن دي نادين برضه لعب من لعيبة منتخبنا من الناشئات اللي كان بيلعب في كأس العالم الصيف اللي فات. نادين ياسر ريحان أو الثاني لصالح نادي سبورتنج. منى عوض، اسرار ماجد، نادين بتعمل لها سكرين، بتخش اسرار، برافو يا اسرار، بتخش وتقتحم، نور ما عملتهاش كويس وسجلت. دلوقتي ساره مغربي نزلت مكان ريم ريم موسى، ساره عامله موسم رائع برضه كصانع العاب للنادي الاهلي، ربنا يوفقك يا ساره، توصل لها، بتقتحم وان ليها بتدهوات ما تجيبهاش، سجلت ما هي حلوه، النتيجه 20 14.
نديم، اسرار ماجد ثلاثيه سجلهاش، رماها هاله، هاله تجري جنبيها منى عوض، هاله دينا عمرو بتموت بطريقه كويسه، بتخش بتعمل كيك اوت بره، ساره مغربي ثلاثيه ما بتسجلهاش، ترجع لها تاني تلمها، طلعها لهاله مصطفى، ساره مغربي، هاله هاله بتحاول تخش تقطعها منها، رنا هايل يا رنا، ستيل رائع، وبتعمل دلوقتي بتبطئ اللعب، توصل لاسرار ماجد، اسرار ماجد لمنال اللي لسه نازله، اسف دي مايه حلوه، مايه حلوه لرنا، رنا رنا خليل، اسرار ماجد، رنا خليل تاني، منى عوض الميديم شوت نسبتها هايله يا جماعه، منى عوض ما تتسابش في الميديم شوت يا جماعه، 22 و14 لصالح نادي سبورتنج، هاله مصطفى تقف وتشوت ما بتجيبهاش، تلمها مايه حلوه، مايه حلوه، مايه حلوه، طلع لمنى، منى واعتقد ينتهي الشوط الاول الكوارتر الاول، والنتيجه 22 14 لصالح النادي الاهلي، وزي ما كنا بنتكلم ان ماتشات الاهلي وسبورتنج ملهاش علاقه ابدا بالبطوله ومين كسب ومين ما كسبش، دي ماتشات قمه ما تعرفش مين هيكسب في الاول، وكل مره تلاقي النتيجه بتتمرجح، سبورتنج هيطلع شويه، الاهلي هيرجع يعمل كامباك ويطلع لغايه نهايه المباراه. دقيقتين تفصلنا عن الشوط الاول الكوارتر الاول والكوارتر الثاني، نشوف اللي هيحصل. تعليق صغير، انا شايف ان نهائي دوري المرتبط للدرجه الاولى سيدات بيحكموا 2 حكام فقط، المفروض ان في دلوقتي 3 حكام هم اللي المفروض يبقى في الملعب، حاجه غريبه جدا يعني، اناشد الساده مسؤولي اتحاد كره السله ان مباريات كره السله السيدات زي مباريات كره السله الرجال لازم يبقى في 3 حكام في الملعب، ليه حكمين بس؟ ده الكوارتر الاولاني والربع الاول بفوز سبورتنج 22 14 لسه بدري، بدايه كانت بدايه غير جيده من فريق النادي الاهلي، نفس التشكيل اللي هنا بيه الشوط الكوارتر الاول نبتدي بيه الكوارتر الثاني، شايف ساره مغربي، شايف رنا عبد الظاهر، شايف دينا عمرو، شايف هاله مصطفى، وشايف نور علي طلعت نادي سبورتنج. شايف رانا نديم، شايف نديم ياسر، مايه حلوه في الملعب، اسرار نفس الخماسي اللي بدا بيه كابتن عمرو موجود في الملعب، في ضغط من دلوقتي مان تو مان، الكوره تروح لاسرار ماسكها ساره مغربي، يطلع لها ستار نور، توصل تاني توصل تحت عند نديم، خايفه تلعب وتوصلها لمنى عوض ما تسجلهاش، برافو عليك يا دينا، تاخد منها تعمل ديفنس رائع عليها وتاخد الريباوند، دينا عمرو تلعب الكوره، طلع هاله مغربي، هاله لمصطفى لنور، نور بتخش وبتسجل، برافو يا نور، ممتاز ممتاز يا نور، رانا تديها لمنى، لمي بتشوت اي حاجه ما تجيبهاش، تلمها هاله شعراوي، ساره مغربي، ساره هجوم سريع، ساره تقع منها الكره وهي بتجري، تاخدها ميه حلوه، تضغط في رجل ميه حلوه في الاخر، بس هي بتقول على رنا عبد الظاهر عشان خبطت في الجبهه. نادي سبورتنج عنده مشكله في الهجوم على دفاع الراجل لراجل،
مش خالق اي مساحات يلعب فيها. لو تبصوا حضراتكم هتلاقوا في زحمه جدا، يعني هوريكم دلوقتي هبتدوا يلعبوا تكتيك اهوت، بس لو شفتوا المساحات ضيقه جدا. نادين ياسر بتشوط ثلاثه ما تجيبهاش، ترميها هاله، هاله تديها لدينا، دينا لساره مغربي، ساره مغربي رنا عبد الظاهر، لساره مغربي، رنا عبد الظاهر، مفيش حاجه بتتعمل، كله بيحاول يخش فردي ما بتجيش، تلمها نادين، ياسر، اسرار ماجد، ما هي حلوه، رنا لمية على الثلاثة بونت بتشوت ما بتجيبهاش، لين اوت على نور علي طلعت شكلها حاول تجيبها تطلع منها اوت. يا ريت يا جماعه لو حد تابعنا بالوقت كل شويه من فضلكم. ماي نادين، يا نادين بتعمل دفاع جيد من هالة مصطفى ونور علي طلعت. ساره المغربي، صانعة الألعاب الأساسية في النادي الأهلي، عاملة موسم رائع. رنا عبد الظاهر، لهالة شعراوي، لسارة مغربي، حاول تخش، كرة تيجي في رجل نادين ياسر، الحكم بيشاور إن هو لازم يجدد ال 24 ثانية، ال 14 ثانية آسف، من زمن الهجمة، تطلع تاني، سارة مغربي، رنا عبد الظاهر بتشوط من بعيد قوي ما بتجيبهاش، تلمها ماي، ماي حلوة لرنا، رنا بتحاول تدخل، طلعها ورا الأسرار ماجد، بتخش الآخر، برافو يا ماي أسرار، هالة بتعمل لها بلوك بس الحكم بيصفر فاول على سارة، لا حسبتها على هالة، هي المفروض هالة البلوك ده جيد بس أي حكم ممتاز، هي شايفة أحسن مننا، فاول على هالة مصطفى لصالح اسرار، هتشوف لمتين حضرتك زي ما انتم شايفين، سجل اللعبه الحره الاولى وتسجل اللعبه الحره الثانيه، برافو يا اسرار. ساره مغربي 24-16 لصالح نادي سبورتنج، ساره مغربي دينا عام حاول تخش، طلعها بره رنا عبد الظاهر، رنا بتحاول تخش، طلعها بره لساره، ثلاثيه ما بتجيش، لمتها نور علي طلع اهو بس ما حسبهاش الحكم، حسبش لا الفاول ولا المارشيه، من عوض، لا دي اسرار ماجد، بتسجل 25-16 ما بتجيبش الثانية، لما سارة مغربي هجوم سريع، نور علي طلعت، نور برافو يا رنا بتعمل ستيل، السرقة المشروعة، السرقة التي نحس اللاعبين على أدائها بتعملها رنا، ودلوقتي من عوض بترفع السكور ل 27-16 بسرعه. ايهاب الالفي بياخد الوقت المستقطع الاول بتاعه علشان يشوف ايه اللي حصل. انا رايي ان البدايه هي اللي ادت لكده، لان يعني التشكيل في البدايه كان فيه، بس هو الكابتن ايهاب على طول بيثق في لعيبته وعنده ثقه ان هو دايما حتى لو تشكيل البدايه ما كانش من اللعيبه اللي بنعتبرهم لعيب التشكيل الاساسي، بيثق ان فرقته بتقدر تعوض اي حاجه. دلوقتي هيقول لهم ايه المفروض نعمله، احنا متاخرين، احنا مغلوبين 8-0 ورا بعض، نتيجه 27-16 زي ما بقول لكم. للاسف انا مش في الملعب فعشان كده مش عارف فاضل قد ايه على الوقت،
بس زمايلنا ان شاء الله في الملعب هيبلغونا بالوقت وهنقول لكم. خلص التايم اوت. نفس الخماسي اللي كان في الملعب موجود. يعني عبد الظاهر، نور علي طلعت، سارة مغربي، هلا مصطفى شعراوي، وكابتن الفريق دينا عمرو. نور بتدخل الكرة لسارة. رنا عبد الظاهر لسه في السبورتنج بيلعب دفاع ماتشنج مان ماتش اب زون ديفنس. هو بيبقى دفاع منوع بين المان والزون، بيبقى ليه مبادئ كده، هو زون بس في نفس الوقت الناس بتتحرك مع مناتها. دينا بتخش فاول، دي حكم ما حسبهاش. يا سلام عليك يا هاله، يا سلام عليك يا هاله، تعمل ريباوند اكثر من رائع وتلف وتاخد اللعيبه في ظهرها وتسجل اول نقطتين من فتره طويله النادي الاهلي ما سجلش. 27-18. رانا خليل في دفاع كويس من عبد الظاهر. نادين ياسر باصه وحشه تاخدها اسار ماجد، والحكم بيصفر ان سبورتس لايك من على ساره مغربي. معرفش ليه قابل، يعني هو فاول عادي انا شايفه بتصفر. اوكي في الدقيقة 5 فاضل 5 دقايق و56 ثانية على نهاية الكوارتر الثاني. خطأ متعمد. أسرار ماجد هتشوط شوطين وتاخد حيازة. ما بتجيبش الكرة الأولانية. أسرار. بتشوط. الكرة الثانية ما بتجيبهاش برضو. حتى بتقول صوت الكرة بعد ما خلصت الصوت بتاعتها مش عايزه تخش. كرة من الحد الجانبي لصالح سبورتنج بنتيجة الخطأ المتعمد. ماهي حلوة تختفى منها هالة شعراوي. برافو يا هالة، برافو يا هالة، برافو يا هالة، يا سلام عليك يا هالة. لعيبة مستوى تاني لما تكوني في حالتك يا هالة. معلش هارد لك. من عوض، من عوض، من عوض. رنا. أسرار ماجد. اسرار كملناها. نادين سكرين لرنا في دفاع جيد جدا من النادي الاهلي. نادين برافو يا نادين، ممتاز ممتاز. نادين ريحان بتخش تحط بيديها الشمال نقطتين مهمين جدا في وقت كان النادي الاهلي بيعمل ديفنس رائع. ساره مغربي معاها الهجمه. ساره رنا عبد الظاهر. رنا عبد الظاهر بتديها لها عشان تلعب واحد على واحد تحت الباسكت. بتلف ما تلاقيش نور علي خالص بتخش لها. الحكم مصفر فاول ولا ايه؟ فاول لصالح نور علي طلعت وهي داخله السلم بتاعها. عقدتها نادين ياسر. رميتين حرتين لصالح نور علي طلعت. سيارة يا نور. زق شوية. أعتقد عدينا منتصف الكارتر الثاني دلوقتي، ما بتجيبش الثانية كمان. مين اللي هيشد الكورة؟ يا سلام عليك يا دينا عمرو، يا سلام عليك يا دينا عمرو. ولا دي هالة مصطفى، هالة مصطفى بتقاتل يا جماعة على كل الكورة. لا دينا عمرو، دينا عمرو هايلة. رنا علاء نزلت دلوقتي مكان ساره مغربي. اسرار ماجد بتخش ما بتجرهاش. والناحيه الثانيه نزلت منال عبد القادر مكان رنا خليل. منال برده كانت لعيبه جيده جدا جدا وبطلت بعد زواجها موسمين ولا حاجه ورجعت تلعب ثاني. برافو عليكي. فاول الحكم حسبها كاونت. الحكم حسب الكوره كاونت ورن او كره محسوبه وكره اضافيه. انا اعتقد الكره دي لازم ما تحسبش لان الكره الفاول مع الدريبل، بس الحكم اقرب مننا. يبقى الكره دي اتحسبت. الكره اتحسبت ورميه اضافيه. رميه اضافيه.
كده يبقى لغى الكوره. هي كانت شاورت ان هي محسوبه، لا الكوره مش محسوبه، الكوره مش محسوبه اعتقد. تطلع تاني المنال، منال منال وحشه يا منال، تلمها دينا عمرو، دينا عمرو تطلع الباص من غير ما تبص، لحسن حظ لحسن حظ تروح لنوره علي طلعت. تبقى الحيازه لصالح النادي الاهلي، كرة مشتركة تروح الحيازه للنادي الاهلي. المفروض صفر 24 ثانية بس الحكم مش واخد باله، اسف 8 ثواني الحكم مش واخد باله، هو فعلا ما اتحسبش. المهم يا جماعة نعرف الزمن فاضل قد ايه. نور علي طلعت تديها لهالة، برافو يا هالة، بتعمل يا هالة، ركزي يا هالة، بتعملي موف رائع يا هالة، بعد كده ما تركزيش. توصل لمنال، منال منال نادين ياسر، نادين ياسر ما حلوة الكرة تقع منها، تاخدها رنا عبد الزار، معاكي هالة، هالة تديها لنور علي طلعت، برافو يا ولاد، سجون سريع ممتاز، برافو برافو عليكم. ودلوقتي بتخش من عوض وبترتكب ضدها نور فاول، وفاضل على الربع الثاني 3 دقائق و50 ثانية، رميتين حرتين لصالح من عوض، من عوض دي رميتين حرتين من عملت نقل ملعب بصوره رائعه من الحاله الدفاعيه الهجوميه، بتشوت منا بتسجل الجامعه الحره الاولى، برافو يا منا، وبتشوت الثانيه بتسجلها 31 20 لصالح، 31 20 لصالح نادي سبورتنج. وفاضل تقريبا 3 دقائق و25 ثانيه على الكوارتر الثاني. هاله شعراوي، رانا علاء بتشوت من بعيد شويه، يا سلام يا رانا، يا سلام يا رانا، برافو يا رانا، شوطه ثلاثيه دفاع ضاغط. منال دافع عليها رانا عبد الظاهر، منال راح عند الخط، ده اكبر غلط بنقوله للعيبه ان تروح عند الخط، طبعا اكبر غلط اللعيب انه يروح عند الخط في الدفاع الضاغط، يحتسب عليها خطا الخمس ثواني. رنا عبد الظاهر بتشوف، رنا علاء بتشوف ثلاثيه رائعه يا رنا، وبتقرب الفارق ل 31 23. رنا لعيبه منتخب مصر بنزل تحت 19 عام اللي لعبت برده كاس العالم. رنا بتخش وبتعمل اسيست رائع للنور، النور ما تمسكهاش، كره قفزه اكيد وهتبقى الحيازه لصالح نادي سبورتنج. الحيازه لصالح سبورتنج. اسرار تدفع ضاغط، تدفع ضاغط من عوض، دينا عمرو ترتكب خطا ضد من عوض، النادي الاهلي ارتكب اكثر من 4 اخطاء، يبقى دينا يبقى من عوض شوت شوتين. وانا شايف دلوقتي نادين ياسر بالفتوح نازله وطالع نورا علي طلعت في نادي الاهلي، وخارجه دينا عمرو ونزلت ريم موسى. زي ما قلنا برافو يا منا، تسجل 32 23 تسجل الجامعه الثانيه، برافو عليكم، 33 23 رنا علاء، هلا مصطفى، رنا عبد الظاهر ثلاثيه ما بتجيش، تلمها مين؟ تلمها مين؟ ريم موسى، برافو عليك يا ريم، تدي البصل رنا، ريم موسى حاول تخش، طلعها رنا عبد الظاهر، رنا عبد الظاهر ثلاثية تاني، برضه ما بتجيش، تلمها مية حلوة، أسرار ماجد، أسرار، من عوض آسف، مية حلوة، منال، أسرار، أسرار، مية حلوة، يا سلام على التمويه، بس لسه سيارة، تاخدها يا نادين، منا، يا سلام يا سلام، رائعة من بنات سبورتنج، مية حلوة، لعيبة ذات خبرات عالية، عملت باصة رائعة، برافو عليكم. احنا طبعا بنزيح في خط النادي الاهلي، بس على اللعبة الحلوة ما نقدرش نقول حاجة. 35 23 ريم، ريم بتخش، برافو يا ريم، طلع كيك اوت كويس، رامي علاء، تبنى مية حلوة، اعتقد الوقت قرب من نهاية الكوارتر الثاني. منال بتطلع باصة وحشة،
في فاول المفروض ان سبورتس لايك مين برضه. فعلا 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 خطا متعمد لصالح نادي الاهلي. ليم موسى هتاخد رميتين وحيازه. دلوقتي منال خرجت، منال عبد القادر خرجت، واعتقد ان فاضل 50 ثانيه على نهايه الكوارتر الثاني. منال عبد القادر خرجت ونزلت من طلع عبد الشافي، برضه من اللعيبه الصغيرين اللي الكابتن عمرو بيحاول يبني بيهم الفرقه من جديد. 50 ثانيه على نهايه الشوط الاول. وريم موسى بتسجل الشوطين ويبقى الفارق 10 نقاط. واوت من حد الجانب لصالح النادي الاهلي، 10 نقاط فارق، 50 ثانيه. حاله مصطفى، ريم موسى، سلام يا ريم، تدي جديد ياسر، اعتقد ماشي بالكره. مظبوط مظبوط مظبوط، ماسكه ركبتها نديم ياسر ابو الفتوح، بسيطه ان شاء الله يا نديم. يلا قومي كره نادي سبورتنج. 35 25، من طلع شافي، من طلع عبد الشافي، من بيعملها الكره نازله، لسه نازله، عملت خطا. نديم ياسر، ريم، ريم بتحاول توصل للباسكت. يا سلام يا ريم، زي ما قلنا، برافو يا مي، ريم عملت لعبه رايحه، بس يا خساره هدف ضيعتها. رنا عبد الظاهر، رنا علاء، ريم، ريم، يا سلام على الموف يا ريم، يا بنت شوتي، طلعها الرنا، ثلاثيه من رنا. ريم بتديها الكوره، تشوت ثلاثيه تقرب الفارق لسبع نقاط. مي حلوه، برافو رنا علاء، بتحط اثنين ثلاثيه في وقت جميل، تقرب لسكون. اسرار ماجد، بنقطع الكوره تاني، برافو الديفنس. ريم، 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 بتترددي ليه يا ريم؟ بتترددي ليه يا ريم؟ خدي قرار. والحكم حسب طبعا خطا ماشي بالكره على ريم موسى عشان اترددت. اعتقد تايم اوت للكابتن عمرو عاشور، اعتقد هيبقى اللي فاضل وقت مش كتير، واخد تايم اوت علشان ياخد لاست شوت او الشوطه النهائيه في الكوارتر الاول، الكوارتر الثاني او الشوط الاولاني. الكره اللي هي في صالح نادي سبورتنج، والنتيجه 35 28 لصالح نادي سبورتنج. هنشوف كابتن عمرو عاشور هيعمل ايه في الوقت المتبقي، اللي احنا انا اعتقد ان هو اقل من 20 ثانيه اعتقد. نشوف ونشوف الكابتن هاب الالفي هيعمل ايه قصاده. فاضل 48 ثانيه، بلغوني الزملاء في الاستوديو دلوقتي فاضل 48 ثانيه. المخرج العزيز الزميل بلغني ان فاضل 48 ثانيه، متشكرين، ربنا يبارك. هنشوف بقى ال 48 ثانيه ده هيحصل فيهم ايه. فرق سبع نقاط، يا ترى النادي الاهلي هيقدر يعمل كومباك ويقرب الفارق، ولا نادي سبورتنج هيقدر يسجل ويوسع الفارق ويرجع الفارق؟ كان وصل ب 12 نقطه. الشوطين بتوع رنا علاء، بنتنا رنا علاء من ناشئات النادي الاهلي، معظم كل البنات عندنا من بادين في من البراعم في النادي الاهلي، من تحت من الفريق بتاع 11 سنه معظمهم، في دفاع طاغي بطول الملعب. لاعب الالفي زي ما قلنا بيعمله. اسرار ماجد، مان تو مان، برضه راح على الجنب، ده اكتر حاجه بيحبها الناس اللي بتلعب دفاع ضاغط، انها تروح للجنب. ترجع لمية حلوه، مية حلوه، من مطلع عبد الشافي بتسيب بثلاثة ما تجيبش، تطلع اوت لصالح النادي الاهلي. يا ترى هنقدر نسجل ونقرب الفارق؟ وقت مستقطع للكابتن ايهاب الالفي عشان هشوف هيعمل ايه في الهجمه اللي فاضله. يهمه جدا ان هو يسجل ثلاث نقاط يضيق بيها الفارق لاربعه بوينت. هنشوف كابتن ايهاب الالفي هيعمل ايه.
الكابتن ايهاب الالفي بيشرح الخطه اللي هتتلعب وهنشوف هيعملوا فيها ايه. طبعا زي ما قلنا لكم من البدايات كانت نازله بصوره ضامنين بقى الدوري وصوره سلبيه وبيحاولوا يخشوا في الجيم مره ثانيه ان شاء الله. نزل نفس الخماسي كره اوت لصالح النادي الاهلي. دي هاله مصطفى، هاله من ناشئات النادي الاهلي وبعد كده راحت لعبت في الجامعات الامريكيه لمده 4 سنوات وعادت تاني. وهبه فزه من كره السله في النادي الاهلي. نادين ياسر، كان عبد الظاهر، ريم موسى معاها الكوره. هنشوف التكتيك اللي هيتلعب، هنشوف التكتيك اللي هيتلعب. ريم طلع لرنا عبد الظاهر، رنا علاء ارض لك. طبعا هو هاب عشان رنا جابت شوتين فهو عمل التكتيك على رنا علاء انها هي اللي هتشوط الكوره، فبرده معلش ارض لك يا رنا. والحكم في الريباوند بيدي فاول على مية حلوه، مش عارفين بقى تبقى شوتين ولا اوت سايد. لسه النتيجه 35 28 زي ما هي. في تغيير، طلعت رنا عبد الظاهر نزلت دينا عم. ريم موسى، ريم معاه الكورة. هالة بنتريشن، لا وحشة هالة أوي، شوطة وحش أوي. بتلمها مية حلوة، مية حلوة من عوض. وبينتهي الكوارتر الثاني والشوط الأول بتقدم النادي الأهلي 35-28. استراحة قصيرة ثم نعود لسيادتكم والتعليق على الشوط الثاني. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي السيدات والسادة مشاهدي قناة النادي الأهلي، مرة أخرى نعود إليكم لننقل لكم الشوط الثاني من مباراة كرة السلة في نهائي بطولة دوري المرتبط بين فريقي النادي الأهلي ونادي سبورتنج الإسكندرية. الشوط الأول خلص بتقدم سبورتنج 35-28، فارق 7 نقاط. فريق سبورتنج كان متقدم طول المباراة. بداية النادي الأهلي ما كانتش بداية جيدة وظل يلاحق فريق سبورتنج للتعويض. في بعض الأحيان وصلت النتيجة لأكثر من 12 نقطة. الشوط الأول كابتن إيهاب الألفي أشرق 9 لعبات، بينما كابتن عمرو عاشور مدرب فريق نادي سبورتنج أشرق 5 لعبات ولعبتين، كل لعيبة لعبت دقيقة كده. يا ترى هيستطيع نجوم سبورتنج تحمل بقيه المباراه بهذا العبء البدني ولا هيبقى في انهيار بدني؟ يا ترى لعيبه النادي الاهلي هتاخد الامور بجديه اكثر وتحاول تعويض الفارق وانهاء البطوله اللي احنا اوريدي كسبنا او الفريق كسبها قبل بدايه المباراه، وانهاء البطوله بفوز مره اخرى على نادي سبورتنج. ده اللي هنشوفه خلال الشوط الثاني والثالث والرابع، او الكوارتر الثالث والرابع. النادي الاهلي اشرق 9 لاعبات في الكوارتر الاول، هم هاله مصطفى وريم موسى وساره مغربي ورنا عبد الظاهر ونور علي طلعت وجنى مصطفى ورنا علاء ونادين ياسر وتقى جمال. تميز الاداء دينا عمرو كابتن الفريق، كانت هايله في بدايه المباراه وانهت رنا علاء بعرض جيد جدا، استطاعت تسجيل ثلاثيتين، نزلت الفارق من 13 نقطه ل 7 نقاط. مع نهايه اليوم الختامي لبطوله الدوري المرتبط، ترتيب الفرق اصبح النادي الاهلي بطل الدوري المرتبط من قبل هذه البطوله، نادي سبورتنج في المركز الثاني، نادي سموحه في المركز الثالث، نادي الجزيره في المركز الرابع، نادي هليوبلس في المركز الخامس، ونادي الشمس في المركز السادس. طبعا احنا اتكلمنا في منتصف المباراه ان لعيبه النادي الاهلي كلهم من نتاج
قطاع الناشئين لصناعات مواضيع كثيره كلهم من براعم النادي الاهلي، وفي منهم من نجمات النادي الاهلي اللي ما كانلهاش حظ انها تستكمل اللعب في النادي الاهلي من نتائج قطاع الناشئات في النادي الاهلي، راحوا لعبوا في انديه كثيره وادوا بمظهر مشرف زي اللعيبه رنيم البرقي وزين البرقي انتقلوا لنادي الصيد، اللعيبه كريمان محمد صلاح نجمه نادي الجزيره الان ونجمه الاهلي السابقه. عايز اقول لكم نادي الجزيره النهارده كسب نادي اليوبلس 72-60، وكانت كريمان بنت النادي الاهلي كريمان محمد صلاح شاركت في المباراه واحرزت اكثر من 18 نقطه. دايما بنات الاهلي واولاد الاهلي لما يخرجوا الانديه الاخرى بيكونوا نجوم في فرقهم، وان شاء الله نحتفل النهارده بالفوز ببطوله الدوري المرتبط، وان شاء الله نحتفل بالفوز بالمباراه الثانيه على سبورتينج في انتظار بدايه المباراه، في انتظار الحكام. شايف الخماسي اللي هيبتدوا على مصطفى لما عبد الظاهر، الفرقتين بيجهزوا علشان النزول، ياخدوا اخر التعليمات من الكابتن ايهاب الالفي ومن الكابتن عمرو عاشور. زي ما قلت لكم في الاول الحاله او القياده الفنيه للفريقين قياده فنيه على مستوى عالي. الكابتن عمرو عاشور مدرب نادي سبورتنج خبره وتاريخ كبير من التدريب وخصوصا في قطاع كره السله، مدرب على اعلى مستويات، مدرب منتخب مصر الاول لكره السله، ومدرب للانديه هليوبليس والصيد والجزيره قبل ذلك. في الناحيه الاخرى في الكابتن ايهاب الالفي من المدربين الشباب الصاعدين الواعدين، نتمنى لهم كل خير ان شاء الله، ونتمنى ان الفريقين يقدم لنا عرض ممتع في الشوط الثاني زي ما عملوا في الشوط الاولاني، و انا شايف ابتدوا اللعيبه تنزل، حكام مستنيين حكام. طبعا البطوله بتتلعب في صاله رعايه الشباب بمدينه السادس من اكتوبر تحت اشراف الاتحاد المصري لكره السله. شايف الخماسي الاهلي اللي موجود في الملعب دلوقتي، شايف دين موسى على شعراوي، دين عمرو، نور علي طلعت، ورانا عبد الظاهر. هنبدا الكوارتر الثالث الحقيقه زي ما مع النادي الاهلي، والنتيجه زي ما قلنا 35-28. كوره دين عمرو، رانا علاء، رانا علاء اسف مش دين عمرو، رانا علاء عملت شوط اول رائع، رانا عبد الظاهر اتقطع منها الكوره لكن ترجع لها ثاني. ريم موسى على شعرها بتشوط بتلاته من بعيد شويه ما بتجيش، تلمها من عوض، من عوض، اسرار ماجد، اسرار ماجد، اسرار، اسرار بتحاول تقتحم وبتخش بتشوط بدايه الشمال ممتازه يا اسرار، هايله يا اسرار. زي ما قلت لكم احنا في قناه النادي الاهلي لكن دايما بنحب نشجع اللعب الحلوه. رنا عبد الظاهر بتعمل باص طويله، ريم، ريم لرنا عبد الظاهر ثلاثيه ما بتجيش، تلمها هاله، هاله متميزه جدا في المتابعه الدفاعيه والهجوميه يا جماعه. رنا علاء، رنا علاء، ريم، 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 ريم من نور علي، رنا علاء بتشوط بثلاثه ما بتجيش، رنا علاء سجلت ثلاثيتين من الشوط الاولاني، تلمها هاله زي ما قلت لكم. رانا، رانا اختراق جيد جدا يا رانا، برافو عليك، هارد لك، تلمها معايا حلوه لرانا، رانا خليل من نادي سبورتنج، رانا خليل منا، منا عوض، منا عوض، منا المية حلوه بس وحش، تاخدها منها هاله، هاله وبترجع تبقى خطا الباك زون او رجوع الكره للحد الخلفي، يبقى كرة النادي الاهلي 37 27 او 28 37 28 اعتقد. ريم موسى ثلاثيه سياره، تلمها نادين ياسر، تديها لمنى عوض، منى عوض،
بتدافع عليها رنا علاء من عوض، دفاع مزدوج عليها، تطلع تاني كوره توصل لنادين ياسر، نادين ياسر لمن عوض ميديم شوت ما بتجيبهاش، ودي المرات القليله ممكن تجلي من عوض في الميديم شوت. ريم موسى هجوم سريع، برافو يا ريم، برافو يا ريم، بتحول الملعب بسرعه جدا جدا. 37 30 37 30 سبع نقاط فارق، في فاول بتحسبها الحكم لصالح اسرار ماجد، يبقى سله مسجله ورميه اضافيه لاسرار ترفع الفرق ل 10 نقاط، 10 نقاط فارق لصالح نادي سبورتنج. رنا علاء، هاله، ريم موسى، رنا عبد الظاهر، توقف شد ثلاثيه ما بتجيش، تلمها رنا علاء، برافو يا رنا، يا سلام يا رنا، هارد لك يا بنتي، تلمها رنا خليل منها، رنا خليل تهدي الملعب، ما هي حلوه رنا خليل، نادين 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 معي اسرار بثلاثها، هي ما تجيش لما هي حلوه لاسرار، تاخد سكرين اسرار مع ريم، وبتطلع اسرار شوت ما بتجيبهاش لما نور علي طلعت، ريم هاي يا ريم الجري، شوف الجري يا جماعه، ريم وهاله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، اتنين لعيبه جايين من مستوى باسكت مختلف، لعبوا اربع سنين في امريكا وجايين واقفين النادي الاهلي على رجليه، برافو عليكم ريم وهاله اسرار. يلا نبيل، يلا نبيل مع الكره، بتحاول تشوط بثلاثة بونت ما بتجيبهاش، تلمها رنا علاء، يا سلام يا رنا، بتجررها ريم اشرف، بتعمل لها باصه ممتازه، هايل هايل، ما تطلعش ريم اشرف، ريم موسى اسف، ريم موسى، نور علي طلعت، نور علي طلعت، نادين ياسر ترتكب خطا ضدها، والفارق 8 نقاط لصالح نادي سبورتنج 40 32 على ما اعتقد. رنا علاء بتخرج وبتاخد تشجيع النادي فرقه النادي الاهلي ومدربها الكابتن ايهاب الالفي. رنا عبد الظاهر، رنا عبد الظاهر بتطلعها لدينا عمرو، ريم موسى بتدوس على الخط ويبقى اوت سايد. معلش للاسف هو السكور مش ظاهر على الشاشه، بس ان شاء الله هيطلع دلوقتي. من عوض، ما هي حلوه، رنا نبيل، اسرار ماجد، تاخد سكرين 3 بوينت شوت ما بتجيبهاش، ريباوند لمين؟ ريم موسى، ريم موسى، برافو يا ريم، تقف وبتشوت، برافو يا ريم، ممتاز ممتاز. على فكره المهاره اللي عملتها ريم دي مفيش بنات كتير بتعملها، انها تقف وتطلع جامب ستوب وجامب شوت بالطريقه دي مهاره اولادي شويه، برافو عليك يا بنتي، هايله هايله. منا اعتقد فاول على منا عوض ديت، بالفعل الحكم صفر فاول على المهاجم، الفريق ينزل لست نقاط 40 34. ريم موسى، رنا عبد الظاهر، ريم موسى، ريم، يا سلام يا ريم، يا سلام، هارد لك، حلوه حلوه، تلمها منا عوض، منا عوض، في اجتهادات فرديه كده بتحصل، ما هي حلوه، رنا نبيل، رنا نبيل تحاول تخش طلعها، الماء هي حلوه، طلعها لاسرار ما بتجيش، مين هيلم؟ تاخدها ميه حلوه واقفه فاضيه، غريبه جدا شكلها تعبت ميه حلوه. نور علي طلعت ثلاثة بوينت ما تجيش، تلمها من عوض، من عوض، لاعب رايح جاي دلوقتي بتسجل، وخطا على هاله شعراوي، يبقى ليها رميه اضافيه، نقطتين محسوبين ورميه اضافيه، فارق 8 نقاط لصالح نادي سبورتنج، ومنا عوض ليها رميه اضافيه،
بتشوت منا ما بتسجلهاش، تخش نادين ياسر تجيبها وتموت عليها نور علي طلعت. برافو يا نور. يبقى في كره مشتركه، اعتقد الحيازه تروح لنادي سبورتنج. تمام، نادي سبورتنج اللي معاه الحيازه. شايف جانا مصطفى نزلت مكان هلا مصطفى. طبعا انا مش فات، اعتقد هلا عندها فاول ترابل ولا حاجه، يعني ممكن تكون عامله ثلاثه فاول، فعشان كده طلعها الكابتن ايهاب القلبي. خمس ثواني هتتحسب ولا ايه؟ كده تطلع. برافو يا رنا عبد الظاهر، تزقها تروح لمية حلوة لأسرار لعبكة ولخبطة من ناحيتين، ترجع تاني أسرار ومية حلوة بتشوط مستعجلة ما بتجيبهاش، توصل لريم موسى. ريم بتنقل الملعب بسرعة ودراسة حلوة قوي يا ريم، وحشة قوي يا عبد الظاهر. ريم موسى بتعمل بصة يا عبد الظاهر، ما تطلعش كويس من على الأرض. شايفين كده شوية هرجلة الدقيقتين تلاتة اللي فاتوا من الفرقتين، مفيش تنظيم. من عوض، من عوض لقت نفسها فاضيه راحت شايطه ما جاتش، تلمها ميه حلوه، ميه حلوه تاني، ميه حلوه، ميه حلوه. رنا نبيل حاول تخش وما بتجيبش، التعب حل على الفرقتين ولا ايه؟ دينا عم، دينا عم بتخش وبتكسب فاول من اسرار ماجد، يستوجب رميتين. فاصل من اللعب التعاوني للدقيقتين اللي فاتوا دول. لعبتين حرتين لدينا عم. يا سلام لو زملائنا في الكنترول يعرفوا لنا فاضل قد ايه من الوقت والنتيجه بالظبط كام كام، يبقى حاجة جميلة. وقت مستقطع، أعتقد إن عمرو عاشور اللي طلبه، واضح إن فرقة سبورتنج ابتدى يحل عليها التعب. خدوا فرص كتير جدا للتصويب وهم فري زي ما بنقول، أو هم معهمش الدفاعات ما جابوهاش. في نفس الوقت الناحية التانية في شوية رجالة من فرقة النادي الأهلي. كابتن إيهاب الألفي قادر إنه يعالجها. يا سلام لو نستغل التايم اوت ده ونجيب الكاميرا على الساعه والسكور بورد، نعرف التايم ونعرف ال السكور. كابتن ايهاب الالفي لسه النتيجه لصالح نادي سبورتنج، بيحاول عمرو عاشور ياخد، او مع ان هو اللي كسبان بس هو خد دلوقتي المستقطع دوت عشان عمرو عاشور حس ان فرقته بقى لها دقيقتين ثلاثة مش على المستوى المطلوب، ممكن يكون واخد التايم اوت دوت عشان يريح لعيبته، خصوصا ان ما عندوش بدائل كتير. عمرو عاشور عنده الاربع لعيبة الاساسية بتوعه لعبوا لغاية دلوقتي كوارتر ونص ما اتغيروش. نادين ومية حلوة ومن عوض واسامة ماجد ما اتغيروش ال 14 دقيقة اللي فاتوا، او سوري الكوارتر الشوط اللي فات ونص الكوارتر دوت. نرجع تاني للمباراة، رميتين حرتين لصالح دينا عم. دينا عم على خط الرمى الحرة في تيرانية ما بتجيبهاش. يا دينا ركزي، يا دينا ركزي. الشوطة الثانية دينا عم هارد لاك تخش وتطلع، بس تاخدها جنة مصطفى. برافو يا جنة، تقع الكرة تطلع منها اوت سايد. قول يا جنة معلش حصل خير. رنا نبيل، رنا دفع عليها دينا عم. رنا نبيل اللي بيلف على الدفاع مان تو مان، منا منا عوض، السكة مفتوحة ليها وداخلة وتوصل لغاية الباسكت وتسجل. دفاع سيء جدا من النادي الاهلي في الهجمة ديت، بيلعبوا مان تو مان مفيش حد عمل التغطيه العكسيه. من عوض بتوصل لغايه الباسكت والمسكور يرتفع لصالح نادي سبورتنج. عايزين يا جماعه انا بنزل الاستوديو، واعتقد 44 34 وفاضل دقيقتين 45 ثانيه على الكوارتر الثالث. جنه 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 انت بتستعجلها ليه يا جنه؟ خدها منها ميه حلوه لرنا نبيل، 10 من خط صالح نادي سبورتنج.
من عوض، من عوض قد الملعب، منال نزلت لنادين ياسر لمي حلوه، ما بتجيبهاش مي حلوه. يا سلام يا ريم يا عرض لك، عرض لك تاني. برافو يا ريم، برافو يا ريم، برافو يا ريم، برافو يا ريم. لكن بلوك من منا، برافو يا منا. في فاول من عبد الظاهر، انا شايف زينب الزيني واقفة عشان تنزل. زينب الزيني هتخش مكان مين؟ هنشوف. زينب الزيني اعتقد هتخش مكان جانا مصطفى، وهتلعب رنا عبد الظاهر لعبة ارتكاز. من عواد، يا سلام، بتشوط وهي بتقع وبتسجل 46 34. دي نعم، دي نعم، بتقف وتشوط بثلاثة. هارد لك يا دينا، تخش وتخرج. يلا نبيل، من عوض، من عوض، يلا نبيل بثلاثة. ما بتلمهاش، بتلمها مية حلوة. رنا نبيل، خش رنا، سلام يا منى. تخش نور علي طالعة بتعمل لها بلوك رائع. مية حلوة، هي داخلة تاخد فاول. مية حلوة وفعلا بتاخد فاول، ورميتين حرتين لمية حلوة. مية حلوة ما بتجيبش لما الحرة الأولى. وبتجيب لما الحرة الثانية، تصبح النتيجة 47 34 لصالح نادي سبورتنج. رنا علاء رجعت تاني الملعب، غيرت مع ريم موسى. رنا عبد الظاهر، رنا عبد الظاهر دلوقتي، ريم موسى وهلا مصطفى بره الملعب. نور علي طلعت، يا سلام يا نور، هارد لك. مية حلوه بتلمها، تديها لمنى عوض، تعمل ترانزيشن. منى، يا سلام يا منى، يا سلام يا منى، بتخش وتسجل وتاخد فاول من رنا علاء، وليها رميه اضافيه. يبقى السكور 49 34 لصالح نادي سبورتنج. بتسجل منا، منا عوض متالقه، فرق 16 نقطه لنادي سبورتنج. يا ترى النادي الاهلي هيصحصح ويغلب المباراه مره ثانيه. رنا عبد الظاهر، نور علي طلعت، بتوصل ما بتجيش. مية حلوة، رنا نبيل في حالة انعدام وزن كده في فرقة النادي الأهلي. منى الشافي بتشوط ما بتسجلهاش. دي نعم، دي نعم، فارق 16 نقطة. يا ترى فاضل قد إيه؟ دي نعم، زينب الزيني لسه نازلة وبتشوط بثلاثة بونت في وضع غير مناسب يا زوزو، وتطلع كرة من نور علي طلعت اوت. كابتن ايهاب الالفي بيعمل تغيير خارج. نور علي طلعت ونازل هلا مصطفى. في دفاع متقدم او دفاع ضاغط. رنا كرة، رنا علاء، رنا علاء، دي نعم، كان عليها ثلاثية ما بتوصلش، بتبقى اوت سايد لصالح نادي سبورتنج. ولسه النتيجة 50 34. رنا نبيل، رنا نبيل، رنا نبيل بتوصل، لكن بتعملها بلوك كويس، لكن نادين ياسر بتجيبها ما تكملهاش وتجيبها تاني.
نادين ياسر بتعمل 3 ريباوند ورا بعض يا جماعه، برافو من نادي سبورتنج نادين ياسر ريحان. وفي الاخر بتشترك معاه نور علي طلعت، يبقى كره مشتركه ترجع الحيازه لصالح النادي الاهلي. الحكم بيطلب من عامل الصاله ان هو يمسحوا الميه اللي في الارض، واعتقد في تغيير، خرجت رنا علاء ونزلت ريم موسى. كده قوى الملعب كابتن ايهاب على امل انه يقدر يعمل كومباك قبل نهايه الكوارت الثالث، والنتيجه 50-34. ريم موسى تاخد سكرين، ريم موسى هاله حاول تروح واحد على واحد، طلعها لدينا عام، دينا ما بتجيش، لما ان وبينتهي الكوارتر الثالث بنتيجه 50-34 لصالح نادي سبورتنج. يا ترى هيقدر الكابتن ايهاب الالفي وفريق النادي الاهلي ان هم يعملوا كامباك ويعودوا في المباراه؟ مباريات النادي الاهلي والنادي سبورتنج للانسات ما بتنتهيش غير مع صفاره الحكم. انا بقول لكم كده، توقعوا ان يحصل كامباك في كوارتر دوت والنتيجه تتعلق لغايه اما تنتهي المباراه. دقيقه وهنبتدي الفتره الرابعه والنهائيه من المباراه النهائيه لبطوله الدوري المرتبط للسيدات، وزي ما قلت لكم المباراه تحصيل حاصل لان النادي الاهلي فايز بالبطوله من 3 ايام من قبل المباراه دي بمباراتين، لكن هي المباراه حلاوتها انها بين قمتي كره السله للسيدات في مصر. تاريخ كره السله في مصر للسيدات دائما بين الاهلي وبين سبورتنج، وبيخش لهم كل فتره نادي يظهر، نادي الجزيرة على فترات، نادي الصيد على فترات، نادي الشمس على فترات. فدائما أفضل مباريات كرة السلة النسائية في مصر بين فريقي الأهلي وسبورتنج، وزي ما احنا شايفين مستمتعين بالمباراة. النادي الأهلي كسب المباراة الأولانية في اسكندرية بفارق 8 نقاط، وكانت المباراة زي كده اهوت، نادي سبورتنج كان متقدم 8 دقايق وفاضل 2 8 بوينت وفاضل 3 دقايق، وقدر النادي الأهلي يعمل كامباك ويعوض ويكسب المباراة. ننزل للخماسي النادي الاهلي يبتدي الكوارتر الرابع. طبعا سبورتنج ما فرقش معاه البطولة، المباراة في البطولة، لكن يفرق معاه المباراة معنويا انه يقول للنادي الاهلي انا ما انتهتش، لان كل متابعين كره السله في مصر بيقولوا ان الكابتن عمرو عاشور بيواجه ظروف صعبه جدا، وخصوصا بعد سفر لاعب الارتكاز الاساسيه بتاعته رميم الجداوي، ان فرق كبير بين الاهلي وسبورتنج، فالسبورتنج بيحاول انه يكسب المباراه دي عشان يقول انا لسه موجود انا ما انتهتش. وده اللي هنشوفه بقى الكوارتر الاخير، فارق 16 نقطه لصالح سبورتنج. يا ترى هيحل التعب على سبورتنج؟ يا ترى هيقدروا يحافظوا؟ بدأت نادين في دفاع ضاغط وعالي. رنا نبيل من عوض في دفاع عايل من الاسبوع الاهلي. رنا نبيل ثلاثيه ما بتجيش، من هيلم على مصطفى، ريم موسى على مصطفى تخش، وحشه هاله الشوطه بتقطع كويس قوي، معلش ما هي حلوه عامله يا جماعه ماتش عمرها هي ومن عوض. ان ما هي حلوه رنا من عوض ما هي حلوه بتديها نادين ياسر، طلعت في خطا 24 ثانيه اعتقد، طولوا شويه في اللعب 24 ثانية. تيرن اوفر، لسه ما حدش جاب كورة ساكت، لسه ما حدش حرك السكور. ريم أشرف، دينا عام، كابيتانو، نو هالة،
على عبد الظاهر، مش ماشي يا رانا، من هيلم ريم اشرف، ريم موسى لما يقطع الكوره بناخدها هي ونور علي طلعت، برافو، كره مشتركه، حيازه لصالح النادي الاهلي، هتطلعها دي، نعم، هاله لريم، رنا عبد الظاهر بتشوف بثلاثه، رنا مش ماشي يا رنا معاك، يا هاردلك هاردلك معلش، رنا من المصابيات الجيدات في الثلاث نقاط، مي حلوه، رنا نبيل، رنا نبيل من عوض، منا بتشوت ما بتجيبش، اوت سايد لصالح النادي الاهلي، ريم موسى، هلا مصطفى، ريم موسى، ريم هتلعب ان وان، روح طلع كورة لدينا، تقع لسه نازلة بتشوت، لسه نازلة وبتشوط، بقالها كتير ما بتتشرفتش، رنا في دفاع ضاغط بطول الملعب، تقع وزينب الزيني، منة عوض ميديم شوت، يا سلام يا منة، منة النهاردة متألقة يا جماعة، ترفع السكور ل 52 34، سكور قليل أوي اللي جابه النادي الأهلي، دي نعم، دي نعم، دي نعم، وخطأ لصالح دي نعم، رميتين حرتين، يا ريتني اعرف الوقت فاضل قد ايه، وبتخرج زينب الزين وبتنزل نور علي طلعت، دينا عمرو على خط الرميه الحره، شوت دينا سجل، اخيرا حركت السكور، برافو يا دينا، كابتن النادي الاهلي دينا، برافو يا دينا، ممتاز حركه السكور، حطت الشوتين ودفاع ضاغط وتقطعها دينا تاني، برافو يا دينا، ممتاز لهاله مصطفى، هاله وحش، هاله مش هاله بتشوت وهي غير متزنه، وفاضل 7 دقايق، شكرا، ما هي حلوه، من عبد الشافي بتخش وبتاخد فاول، انا مديني دي من عشافي رقم 8، اوت سايد لصالح نادي سبورتنج، بشكر الكابتن جانيت السباعي مدير اداري نادي سبورتنج، تعاونت معانا جدا علشان ناخد اسماء وارقام فريق سبورتنج، بتشوت وانا ما تجيبهاش، تلمها ما هي حلوه، لان عبد الشافي سواسيه ما تجيبهاش، تلمها دينا عمرو، دينا عمرو، دينا عمرو، دينا عمرو، برافو يا دينا، والله يا دينا مقاتله، برافو، هل تقود دينا النادي الاهلي للكامباك للرجوع، دينا بتاخد رميتين حرتين، الحكم بيصفر ان كانت في حاله تصويب، ايه كابتن ايه الحكم، وكابتن ساره من اسكندريه، يلا يا دينا انت اللي حركت لنا السكور، لسه الفارق 16 بونت 52 36، تغيير، شايف نادين ياسر طالعه ونازله، رام الجداوي، رام اخت رنين اللي قلت لكم كانت من احسن لعيبه ارتكاز وسافرت اول الموسم دوت لامريكا، ران اول ظهور ليها، دينا بتسجل، برافو يا دينا، برافو يا دينا يا كابيتانو، 4 نقاط متتاليه من الكابيتانو دينا عمرو، هايله يا دينا ما شاء الله، ما هي حلوه في دفاع ضاغط بطول الملعب، ما هي حلوه بتقطعها نور علي طلعت وتطلع اوت سايد، دفاع بطول الملعب ضاغط، وده اللي كان بيتكلم فيه الدكتور اسامه النمر والكابتن هيثم السعيد في الاستوديو التحليلي، ان الاهلي هيبقى بدنيا يقدر يلعب احسن في الدفاع الضاغط دوت، وفي اخطاء بتحصل من نادي سبورتنج نتيجه التعب،
الحكم بيصفر ان الاوت لمصلحه نادي سبورتنج. لعيبه الاهلي بتعترض لكن في الاخر قرار الحكم هو اللي هيمشي. اسرار من عوض رن عادل، رن الجداوي، ما هي حلوه. الحكام اختلفوا مين اللي طلع الكره اوت، فادوا الكره مشتركه فتروح الحيازه مره اخرى. يا ترى غيروا الحيازه ولا ادت القرار؟ في كل الحالتين القرار بتاع نادي سبورت الكره لنادي سبورت. كره نادي سبورتنج. مهم قوي نعرف الحكام مش عارفين يعملوا ايه. ساره بتشاور لايه من الكره لسبورتنج، وايه بتشاور لساره من الكره للاهلي، وفي الاخر استقروا ان الكره لنادي سبورتنج. مهم قوي في الربع الاخراني دوت نعرف النتيجه. اسرار بتشوف بثلاثه ما تجيبش، نعرف الزمن يا جماعه. اوت سايد النادي الاهلي. احنا دلوقتي في الفتره الرابعه، الفارق 16 نقطة، 14 نقطة لصالح النادي سبورتنج، 52-38. دي نعم، دي موسى، دي نعم، دي نعم. زينب الزيني، زينب الزيني بتشوط بثلاثة ما بتوصلش، والكابتن إيهاب مصمم ان هو يلعب دفاع ضاغط من اول ملعب، ما قدامش غير كده عشان يعوض ال 14 بونت دول. اعتقد الوقت قرب يخلق، يعني وصلنا للنص الكوارتر الثاني الرابع. اسرار، رنا، ما هي حلوه، السلام عليك وعلى خبراتك يا مي. اسرار، ران لسه نازله من بره وبتشوط بثلاثه ما تجيبهاش. من ايلم، ران الجداوي رمتها، وفي كره قفز مره ثانيه. كرة لحيازة مين؟ لحيازة النادي الأهلي. 52-38 لصالح نادي سبورتنج، وقربنا من منتصف الكوارتر الرابع على ما أعتقد. كابتن عمرو عاشور بيتكلم مع كابتن آية حكم المباراة، على اساس ان المره الكره اللي فاتت كان في حيازه ولا كان في تغيير ولا كان في بيختلفوا على الحيازه. لسه هنشوف الكره هتبقى لصالح مين. عمرو عاشور بيقول ان اللي فاتت ما كانش فيه تبادل حيازات، فالمفروض الكره دلوقتي لصالح نادي سبورتنج. ايه بتستفسر من طاوله التسجيل وبترجع، برافو يا ايه، لازم تعرف القرار ايه. يبقى الكوره لصالح النادي الاهلي. دي نعم، نور علي طلعت تقى لنور علي طلعت، بتاخد فاول من ران، ويبقى رمتين حرتين لصالح نور علي طلعت. يا ترى هنكسر بيها حاجز ال 40 بونت. نور علي طلعت بتشوف الرمية حرة وهي بتسجل، برافو يا نور. النادي الاهلي ما سجلش غير عن طريق الفاول شوتنج الشوت دوت. نور رمية الحرة الثانية بتسجل، ما بتسجلش، بتلمها دينا، بتطلع من ايد دينا، تطلع اوت سايد على النادي الاهلي اللي بيلعب دفاع ضاغط بطول الملعب. يا سلام لو نعرف الوقت المتبقي. رنا، من عوض، معاه الكوره، بيستهلكوا 24 ثانيه. الخبرات عاليه جدا في نادي سبورتنج يا جماعه، ما بيستعجلوش في الهجمه، كل هجمه بياخدوها طبعا الزمن في مصلحتهم، بيمشوا وفي الاخر بتخش رنا وبتشوط ما تسجلش، تلمها ران بتطلعها تاني من الاسرار، ما بتسجلش، تلمها ريم موسى بتنقل بسرعه، بتنقل مين، برافو يا ريم، طلع الباصه لنور علي طلعت، ما بتسجل زينب الزيني، نور علي طلعت هي اللي شاطت وما جابتش وسجلت، مش عارفين حسبها ولا ما حسبتهاش الكابتن.
هنشوف في الدقيقه الاعلاميه هدفيه لامريتين حريتين وفاضل 5 دقايق و10 ثواني يبقى الباسكت ما اتحسبش. خمس دقايق وعشر ثواني على نهاية المباراة والفارق 13 نقطة. ما بتجيبش النمرة الأولانية نون 62-39. يا ترى هنقدر يقدر النادي الأهلي يعوض ال 13 نقطة دول في الخمس دقايق وما تجيبش التانية. تلمها ران، ران الجداوي، ران الجداوي في ضغط عليها لرانا لمنى عوض، منى عوض، منى عوض بتاخد فاول من ريم اشرف، ريم موسى اسف. خطا يستوجب رميتين حرتين لصالح منى عوض اللي عامله مباراه عمرها النهارده، خبرات كبيره، مستوى رائع، بتسجل الرميه الحره الاولى 53-39. ما بتجيبش الرميه الحره الثانيه، بتلمها نور علي طلعت. ريم موسى حاول تسرع اللعب، حاول تسرع اللعب، سلام عليك يا ريم، تديها لتقى، ما بتجيبهاش تقى، تلمها ران، تديها الرنة لمية حلوة، مية حلوة، أسرار ماجد لران، ران لمية، بياخدوا وقتهم في الهجمة، خبرات عالية زي ما قلت لكم، ما مش مستعجلين على حاجة، الوقت في مصلحتهم. منى عوض، منى عوض، منى عوض، بتقف، يا سلام يا منى، قلت لكم عامله ماتش عمرها منى عوض، بتعمل كل حاجه، يا سلام عليك يا بنتي. احنا بنشجع اللعبه الحلوه، نشجع بناتنا في مصر كلهم. النادي الاهلي مش في حالته الطبيعيه النهارده، معلش. المهم ممكن يكون الفوز بالبطوله مقصر، والكابتن ايهاب الالفي بيطلب وقت مستقطع بعد ما السكور وصل 16 نقطه فارق وفاضل تقريبا 4 دقايق. 4 دقايق على نهاية المباراة. يا ترى هينجح النادي الأهلي إنه يعمل الكامباك بتاعه؟ ده اللي هنشوفه في ال4 دقايق اللي فاضلين. هيرجع تاني هالة مصطفى. هيرجع تاني هالة مصطفى. مكان زينب الزيني أعتقد. زينب خدت الفرصة بتاعتها. ما كانتش مركزة، معلش يا زينب. إن شاء الله إن شاء الله المباراة أحسن. يا ترى يا كابتن ايهاب هتقول لهم يعملوا ايه؟ واقف ورا الدكتور محمد جاد المساعد او مدرب الفريق. نور علي، هاله، رنا عبد الظاهر، ريم اشرف، دينا عم. ده التشكيل اللي هنبدا بيه. الدقايق الأخيرة للكوارت الرابع على المباراة. كرة من تحت سلة النادي الأهلي. ريم، ريم موسى، ريم، دينا عم، يانا عبد الظاهر. شايف الكورت بيلعب مان تو مان. ريم موسى، ريم موسى، رنا بتدافع عليها بطريقه جيده. نور علي طلعت، باصه مقطوعه، الكوره لسه في مصلحه النادي الاهلي. اعتقد البث اتقطع من مصدر. رجعنا تاني. في فاول متعمد. دينا عم بتسجل 55-40. شايف تغيير، نزلت منال، مين موسى، مين موسى، وهي داخله تحصل على خطأ. رميتين حرتين لصالح ريم موسى.
بتشوط الرمية الحرة الأولى بتسجلها شوف غريب، بتشوط الرمية الحرة الثانية بتسجلها، برافو يا ريم. اذا خلص فارق 14 نقطه. مهم قوي يا جماعه نعرف الزمن بس عشان نعرف ايه اللي ممكن يحصل. يا ترى فاضل قد ايه على نهايه المباراه؟ وادي الدفاع ضغط بتاعها، برافو يا رنا عبد الظاهر، لكن ترجع تتقطع منها تاني، تاخدها منال وفي كره مشتركه. حيازه لصالح نادي سبورتنج، دفاع ضغط من اول الملعب. منال ماي حلوه بتدافع عليها، منال بتطول الكوره في خطا، خطا لصالح نادي سبورتنج، ده اللي صح، ده اللي في الدلي، ده اللي في الدلي، خطا لصالح نادي سبورتنج. اسرار ماجد، اسرار في دفاع جيد من النادي الاهلي لران، ران الجداوي في دبل تيم بيتعمل او دفاع مزدوج، ران بتدخلها لمنال لمي، مي بتطلعها لاسرار ما بتجيبش، ثلاثة متر ما بتجيبش، تلمها دينا عم، دينا عم دينا عم بيتحسب خطأ عليها. الفرق 11 نقطة. يا 55 44 واكيد طبعا هنعرف الزمن حالا. شوطين لصالح نادي سبورتنج. منى عوض بتسجل 56 44 منى عوض ومسجل رمية الحرة الثانية 57 44 ريم موسى حاطط الهجمة بسرعة بيشوط بتلاتة بونت ما بتجيش، يلمها نادي سبورتنج. منال 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 عبد القادر تديها لمنى عوض في دفاع مزدوج، منال ما هي حلوة طبعا بيستهلكوا بيستهلكوا الوقت، برافو بيستهلكوا منال، منى عوض الحكم بيدي خطا مهاجم على منال، وفاضل دقيقتين 50 ثانيه على نهايه المباراه. يا ترى هيقدر النادي الاهلي يعوض فارق 13 بونت دول في الدقيقتين دي؟ هنشوف. المباراه الاولى قدر يعوض فارق 8 نقاط وكان فاضل 3 دقائق. دي نعم ريم موسى، جان عبد الظاهر، ريم بتدخل لهالة بتلم عليها الناس، طلع لدينا ثلاثة بونت يا دينا ما بتجيش، تلمها أسرار 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 بتوصل، والحكم بيحسب خطأ على ريم موسى، يستوجب رميتين حرتين لصالح أسرار ماجد. هيتوسع الفارق ولا لا؟ بتسجل الرمية الحرة الأولى يصبح الفارق 14 نقطة، وبتشوط الثانية وبتسجل، برافو يا إصرار. لعيبة سبورتنج متفوقين على أنفسهم اليوم، إصرار ومنى عوض ومية حلوة وكل مجموعة اللي بالأمانة يعني. دينا عمرو بتحاول، دينا عمرو في بلوك من مية حلوة تاخدها منى، منى عوض برافو يا منى، هتهدي برافو يا منى، برافو يا منى، بتدي لمنال عبد القادر، منال لمي حلوه، مي حلوه برضه هتهدي، برافو اسرار، يا سلام يا اسرار، تلمها مين؟ والله يا ريم 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 موسى يا جماعه ممتازه، ممتاز، ثلاثه الكبار بتوع الفرقه عاملين ترانزيشن او هجوم سريع جدا جدا، ويصبح الفارق 13 نقطه، واعتقد تايم اوت للكابتن عمرو عاشور. للاسف مش عارفين فاضل قد ايه دلوقتي، فاضل دقيقه و30 ثانيه، شكرا للمخرج، دقيقه و30 ثانيه على نهايه المباراه.
وقت مستقطع لعمرو عاشور مدير فني نادي سبورتنج. الكره هتبقى في حيازه نادي سبورتنج من المنطقه الاماميه، لان دلوقتي اخر دقيقتين من المباراه اي تايم اوت هياخده الفريق المهاجم، ياخده من النص القداماني مش من تحت الباسكت. فكابتن عمرو عاشور دلوقتي هيطلع الكوره من منتصف الملعب الامامي، عايز يقول لهم طبعا لازم نستهلك وقت، لازم نلعب، لازم نلعب على المضمون، ما نستعجلش في تخليص الكوره، ناخد وقتنا كاملا. في الوقت في الناحيه الثانيه الكابتن ايهاب الالفي هيحاول يلعب دفاعات ضاغطه ودفاعات مزدوجه، ويمكن يرجع للفاول جيم في كوره او اثنين على اساس ان هو يقتل الوقت. هنشوف كل مدرب هيقول لي ايه لفرقته. شايف كابتن ايهاب الالفي وهو بيشرح، زي ما قلت لكم المباراه مش فارقه في نتيجه الدوري المرتبط بفريق 16 سنه. البطوله اتحسمت والترتيب اتحسم، النادي الاهلي في المركز الاول، يليه نادي سبورتنج في المركز الثاني، يليه نادي سموحه في المركز الثالث، يليه نادي الجزيره في المركز الرابع، نادي اليوبيس في المركز الخامس، ونادي الشمس في المركز السادس. المباراه انا شايف انها مباراه جيده، سبورتنج عامل مباراه رائعه حتى الان، النادي الاهلي بيحاول يعمل الكومباك بتاعه. هنشوف فاضل دقيقه و30 ثانيه. عودة المباراة، خماسي النادي الاهلي زي ما هو، ريم موسى، دينا عمرو، رنا عبد الظاهر، هلا مصطفى، ونور علي طلعت. الناحية الثانية اسرار ماجد، مي حلوة، من عوض، ومنال عبد القادر، مي حلوة، اسرار بتخش ما بتجيبهاش للمهران، رانا الجداوي تقع بالكورة، تاخدها منها رانا عبد الظاهر، رانا عبد الظاهر لريم، ريم موسى بتحاول تنقل الملعب بسرعة وتروح الباسكت، برافو يا ريم، ممتاز، خدت فاول، رميتين حرتين لصالح ريم. غريبة دي، الحكم مصفر حاجة غريبة، صفر فاول على ريم موسى اللي كانت هي بتلعب دريبل. مش مهم، يبقى الكورة لصالح نادي سبورتنج. لسه النادي الأهلي بيلعب دفاع ضاغط، حاول يعوض الفارق شوية، قلل الفارق، مش عارفين يطلعوا الكورة، توصل لمنال، منال من عوض، تعرف تمسك الكورة، يبقى الكورة لصالح النادي الأهلي. نور علي، نور موسى بتحاول تسرع اللعب، حاول تلعب واحد على واحد لغاية الآخر، مستعجلة زيادة شوية، كرة تخبط في رجليها وتطلع بره، هارد لك. أعتقد دخلنا في الدقيقة الأخيرة من المباراة، واعتقد ان كده مبروك على سبورتنج المباراه، وهارد لك للنادي الاهلي المباراه، بس مبروك للنادي الاهلي البطوله. تايم اوت، اعتقد ممكن يكون البرد اللي خده عمرو عاشور. هنشوف تايم اوت كابتن عمرو عاشور بيطلبه، حقه اعتقد فاضل اقل من دقيقه، عايز ياخد الكوره من قدام عشان الضغط اللي بيتعمل عليه دوت، يحل المشكله بتاعه الضغط. زي ما قلت لكم مبروك للنادي الاهلي الفوز بالبطوله، ومبروك لسبورتنج الفوز بهذه المباراه، لكن مش هتغير حاجه، المباراه مش هتغير حاجه في ترتيب الفرق. حاجه في ترتيب الفرق زي ما قلت لكم. مبروك للنادي الاهلي الفوز بدوري المرتبط بتاع 19 بمرتبط الفريق بتاع 16 سنه. نرجع للمباراه مع الثواني الاخيره من المباراه، كره في حيازه النادي سبورتنج، ميه حلوه، اسرار ماجد، من عوض، من عوض، اسرار ماجد طبعا بيستهلكوا زي ما قلت لكم، لازم يستهلكوا، بتخش وبتخرج تاني، مش مستعجلين، الوقت معاهم، الوقت معاهم، تروح لمنال عبد القادر،
وبتشوت وبتسجل من عوض 61 46 في الوقت دوت. الكابتن ايهاب الالفي بيرد على الكابتن عمرو عاشور وبيطلب تايم اوت حقه، عنده تايم اوت فاضل ياخده ويستغله. دي معاكسات بين المدربين بنبقى احنا عارفينها، فكل واحد بيستعمل حقه في عدد الاوقات المستقطعه. اعتقد ان الوقت المتبقي مش كتير، بس كابتن ايهاب بيرد على الكابتن عمرو. كابتن عمرو خد وقت مستقطع، كابتن ايهاب رد عليه خد وقت مستقطع. ما اعتقدش هيقول حاجه من فرقته، لان اعتقد دي اخر هجمه او الهجمه اللي بعديها تبقى اخر هجمه. 61 46 لصالح نادي سبورتنج. مبروك لنادي سبورتنج على المباراه، ومبروك للنادي الاهلي على البطوله. في انتظار رجوع الفريقين لملعب المباراه. فعلا ايهاب الالف هو اللي كان طالب الوقت المستقطع. بنظام لعبة سبورتنج عشان استكمال المباراة في الفترة المتبقية. دينا عمرو هتدخل الكورة. دينا عمرو هتدخل. لالا مصطفى. ريم موسى. ريم موسى عايز يشوط بثلاثة. تدي ستار من هالة. تديها لدينا عمرو. دينا بتخش. الابيض دينا هارد لاب بتاخد فاول. رميتين حرتين لصالح دينا. دينا عم كابتن فريق. دينا عم كابتن فريق. شايف انا فرقه النادي الاهلي وفريق المرتبط بيشجعه وبيقيسه، لان هم كسبوا البطوله النهارده، هيتوجوا بعد هذه المباراه بكاس البطوله وبالميداليات، فطبعا فرحانين مش فارق معاهم نتيجه المباراه. دينا عم بتسجل النمره الحره الاولى. الحكم بتطلب من الكابتن ايهاب الالفي السيطره على مقاعد البدلاء. الجو اتوتر معرفش ليه، ما كانش المفروض يحصل كده. وقف الملعب الحكم ومصر على السيطره على مقاعد البدلاء الى ان تنتهي المباراه، وده حقها. في انتظار عودة الحكم لإنهاء المباراة. وفعلا كابتن محمد جاد وكابتن موسى علي المدير الإداري بيطلبوا من اللعيبة الجلوس. ودينا عمرو متبقي لها رمية أخرى، رمية حرة لدينا عمرو. تشوت دينا وبتسجل دينا وتصبح النتيجة 61 48 فرق 13 نقطة. في دفاع ضاغط من نادي الرافضة والنادي الأهلي. من عوض بتحافظ على كورتها، مش عايزين تستعجلوا. بتحافظ على كورتها، تقطعها منها هالة مصطفى. رنا عبد الظاهر. رنا عبد الظاهر تقف تديها لهالة لريم موسى. بتشوط بثلاثة ما بتسجلش. تاخدها دينا عم تطلعها لرنا عبد الظاهر. بتشوط بثلاثة بيتسجل رنا عبد الظاهر وينزل السكور لفارق 10 نقاط. ماي ماي حلوه، ماي حلوه، ماي حلوه. وتنتهي المباراه بفوز نادي سبورتنج على النادي الاهلي بنتيجه 51-61. مبروك لفريق نادي سبورتنج المباراه، ومبروك لفريق النادي الاهلي على بطوله المرتبط. الف شكر. كان معكم محدثكم الكابتن سعيد صبري. السلام عليكم.